السلام عليكم ومرحبا بكم البنات في الوصفه تاع اليوم. راني حاندي لكم يعني الشاورما. المره الفيديو اللي فات البارح يعني درت لكم خبز الشاورما، واليوم راني حاندي لكم الشاورما على طريقتي. طريقه سهله، مقاديرها بسيطه، يعني كيفاش تجي بنينه. عندي هنايا صدر تاع الدجاج، نتوما ديروا على حساب يعني عدد الافراد تاع العائله تاعكم. انا راني دايره صدر صغير هنا، ماشي كبير بزاف، نحيت له العظم يعني ونحيت له الجلده، وقطعته كما راكم تشوفوا فيه كاريات صغار ودرته هنايا. واش راح نضيف عليه بالنسبه للتوابل تاع الشاورما يعني باش تجيكم بنينه وعندها هذوك الكو كيما تاع برا. واش فيها هنايا؟ عندي الملح، عندي شويه تاع فلفل كحل، عندي شويه تاع الكمون، وعندي توابل الشاورما. هذا التابل يعني يقولوا له التابل الشاورما، انا شيتو يعني من عند اللي يبيع التوابل، شيت قيس 5000 يعني فيها خير وبركه. التابل قولوا يعطيكم تابل الشاورما، هذا هو اللي حيعطيها يعني بنه وهذيك الريحه. ونزيد ننصحكم نصيحه واحده اخرى، التابل تاع الشاورما هذا فيه الملح، يعني ردوا بالكم منه كي ديروا الملح، يعني حاولوا تنقصوا من الكميه تاع الملح. عندي هنايا حبه بصل مقطعه، حبه صغيره انا قطعتها هنايا، وزوج فصوص تاع الثوم مسكر في جين، وعندي حبه طوماطيش يعني رابيتها هاي هيك. هذه هي يعني اللي راح على بالكم صدر تاع الدجاج يجي ناشف، وبزاف اللي قالوا لي يعني اعطينا طريقه كيفاش ما يجيناش ناشف كي ناكلوه. يعني حنمد لكم يعني الطريقه كيفاش. رابيت له حبه طوماطيش، هذوك التوابل اللي حنضيفهم هنايا، ملح، فلفل كحل، كمون، وتابل تاع الشاورما يعني كيما قلت لكم يتباع في المحلات، ما كاين باكيات. يجي كيما نشرو لكم، عفوا، يجي كيما نشرو الكمون ونشرو فلفل كحل. تكسرت لي سباتول، تقسمت على زوج، ماشي يجو كامل صحاح. نجيب مغرف ونعاود نولي. انا رجعت لكم، جبت مغرفه وجيت من غير المغرفه تاع الحديد اللي نخدموا بها. هاي ديك المغرفه تاع الحديد وما كاش كيما هي، نخدموا بها. هاي ديك صراحه شحال من خطره نشري بهم ويتكسروا لي، نشري منهم ويتكسروا لي، ما يصدقوش. هنايا راح نزيد لهم زوج سنينه تاع الثوم، قلت لكم مسكر فجين، وعندي حبيبه بصل صغيره مسكر فجا. نزيد لكم يعني سر واحد اخر باش هاد التتبيله تجيكم مليحه وتجيكم بنينه، راح نزيد لها مغرف ماشي معمره مليح تاع الخل. هذا الخل ماشي حيمد القروصيه ولا يمد الحموضيه، لا لا، هذا الخل يطري الدجاج، وهو يعني يزيد هذيك النكهه اللي تكون في التوابل. هكذا الخل كي نديروه يطيب يعني ماهوش راح يمد ريحه ولا حموضيه، الخل يمد طراوه لهذا الدجاج. هاي ليك مغرفه ماشي معمره مليح، هاي تاع الخل، هذا هو السر تاع البنه يعني اللي تجي في الشاورما. نخلطوها مليح، شوفوا من الاحسن يعني نديروا يدنا ونخلطوها باش تندمج هذيك المقادير مع بعضها. هذيك هنا السر تاع البنه، والسر يعني تاع الذوق اللي يكون متبل مليح هذاك الدجاج وعنده بنه. هاوليك هنا راني خلطته مليح. هنايا نقول لكم اذا عندكم الوقت ديروها يعني وخلوها حتى لزوج سوايع، حتى الليله كامله الا كان عندكم الوقت. اذا ما عندكمش الوقت يعني خلوها غير 20 دقيقه، يعني هو دوك بالخف هذاك الخل يعني يرجع الدجاج يتفتت ويرجعوا يعني طايب مشرب مع الطوماطيش، على بالكم بلي فيها هذيك الحموضيه هي اللي راح تمد لنا هاد النكهه. انا راني حنغطيها هنايا، غطوها بساشي ولا باي حاجه وخلوها تريح داخل في الجدار. قلت لكم الوقت اللي يساعدكم، الا ما عندكمش الوقت خلوها غير 10 دقائق وبداو طيبوا فيها. انا عندي مقله هنايا راني درتها تسخن، اول حاجه يعني ديروها تسخن. حندير لها 4 مغارف تاع الزيت، بسم الله. هذه الاولى والثانيه، على بالكم ستر تاع الدجاج يعني ناشف، ديروا له 4 مغارف باش ما تجيكمش ناشفه كي تعودوا تقلوا فيها. هنا ما ترموش الشاورما تاعكم حتى يسخن مليح، هذيك الزيت سخن مليح في المقله باش نبداو يعني نرمو فيها. انا خليتها هنا ريحه ساعه، هاي لي كيما وجدتها معاكم، يعني نقلي في شويه بطاطا درتها يعني طيب على ما بيد ما يعني هي ترقدت لي هذيك الساعه. دوك نجربها برك نشوفها الا سخنت، بسم الله. هاي لي انا عندي المقله راهي سخونه، يعني راح نضيف هاد الشاورما اللي عندي، بسم الله. هاي لي شوفوا هنايا انا ضفتها كامل يعني هنا في المقله، خلوها يعني تقلى بعقلها حتى تتجمر وتشرب كامل الماء اللي فيها. كيما على بالكم الطوماطيش تطلق هذاك الماء،
والبصل يعني ثاني يطلق، ومع الدجاج ما تزيدولهاش كامل الماء، نقصولها للنار، غطوها وخلوها يعني تشرب هذاك الماء اللي فيها. هذا هو السر تاعها، يعني عطيتكم طريقتي. السر تاعها كي تراكيو لها الطوماطيش مع هذيك المغرفه تاع الخل، هي يعني اللي راح تطري لكم الدجاج، وما تحسوش يعني كامل بهذيك الحموضيه تاع الخل. يعني هو كي يطيب يتبخر، يعني ما تحسوش بالقروسيه، هذيك هو برك يطري الدجاج ويردوا يعني شباب. كي تاكلوه ما تحسوش ناشف على دجاج الصدر اللي ناشف. انا شوفوا هنا يعني حنخليها بهذه الطريقه. دوك تبدا تطلق هي الماء هذاك، وتعاود تشرب يعني كامل الماء اللي فيها وتتجمر، وتعرفوا الصدر ما يشدش بزاف الطياب. ونعاود نولي لكم نزيد يعني نعطيكم سر واحد اخر، تعرفوني انا نحب نمد اسرار النجاح، يعني نعطيكم سر البنه تاع الشاورما. خلوها برك دوكا كيما نقولوا تشرب هذاك الماء وتتجمر. شوفوا هنايا هاي الشاورما تاعنا بعد ما طابت وتجمرت وشربت كامل هذيك المريقه اللي فيها، ها هي شوفوا يعني توقف غير على هذيك الزيت اللي فيها. هنا ما تزيدولهاش كامل الماء، يعني الطوماطيش تطلق الماء، الدجاج يطلق الماء، كل حاجه البصل. شوفوا يعني كيفاش تجمرت هنا. واش راح نزيد لها يعني السر تاع البنه تاعها، راني حنوريه لكم هنايا. هاي ليك هذاك التابل تاع الشاورما، راني رايحه نزيدو مع الاخر، هو يعني اللي يمد هذيك البنه، يمد هذيك الريحه في الشاورما، يعني اللي تشموها دائما تحسوا عندها بنه تاع برا. هنا طفيت انايا خلاص، غير يعني نضيفوا هذاك التابل نطفو، ما خلوش ريحته يعني تروح مع الطياب. هاوليك هنا شوفوا بعد ما وجد كلش يعني طيبنا هاي ليك شاورما تاعنا. هنا انا نقول لكم بالنسبه للحشوه تاع الشاورما ديروا نتوما واش تحبوا، انا راني حنوري لكم طريقتي، يعني نتوما استخدموا الطريقه اللي تعجبكم وديروا يعني واش تحبوا على طريقتكم. هاوليك الخبز اللي طيبناه البارح كيما وريته لكم، يعني شوفوا كيفاش يقعد طري. هاوليك ها شوفوا كيفاش يقعد طري، يعني انا وجدته هنا على الوحده، راني رايحه نخدم به العشيه، وشوفوا يعني كيفاش قعد طري. برك غطوه غير يعني تروح له شويه برك هذيك البروده، غطوه. انا بالنسبه للشاورما تاعي راح نقول لكم واش ندير فيها. انا نحط فيها الفرماج، انا المايونيز بكل صراحه ما نديرش المايونيز، اللي تحب دير المايونيز دير المايونيز. المايونيز يعني هي بيض كي طيب وشاهي رايحه تولي، من الاحسن يعني ديرو. انا نوري لكم طريقتي، ما مش لاظه ما طوماطيش انا ما نديرش فيها، نوري لكم طريقتي، وانتم اللي تحب دير شويه تاع شلاظه ولا ما مش لاظه يعني تلحقها سخانه كي طيب. دوك نعاودو نرجعوها يعني ما يبقاش فيها حتى بنه. انا نوري لكم طريقتي، عندي هنايا الحشوه هذيك، ديروا على حساب واش تحبوا. هاي ليك انا هنايا ما صفيتهاش، يعني هذيك شاورما مع شويه هذيك تاع لاصوص مع شويه تاع الزيت اللي قعدت لي، يعني هذيك هي اللي حتمد لكم طراوه يعني، والخبز هذا باش ما يجيكمش يعني ناشف. هاوليك عندي بسم الله عندي بطاطا مقليه هنا، راني قاليه بطاطا. هاي ليك زيدوا ديروها، ونوريكم طريقتي يعني، وانتم ديروا الطريقه اللي تعجبكم. بسم الله هاي ليك هنا انا رايحه نغلقها. شوفوا يعني هذا الخبز كيفاش يجي طري، وتقدروا تخدموا به. هاوليك راني حنزيد معكم حبيبه واحده اخرى. بسم الله انا عندي هذه الحبيبه شويه حمرت لي بزايد على الاخرين، عندي الفرماج، انا الصراحه ما نديرش مايونيز. انتما يعني ديروا كيما تحبوا الحشوه اللي تحبوها، الصح يعني في الخبز وفي الدجاج، يعني كي يكون الحشوه بنينه. ومن بعد الاضافات ضيفوا انتما واش تحبوا. كيف كيف نعاود نضيف شويه تاع لافارس هنايا تاع الشاورما، نعاودو يعني نغلقو عليه، نزيدو لها شويه بطاطا ونغلقو عليها. على بالكم الشاورما يعني مش حنقدموها هكا، لازم لها هكذا، لازم لها بانينوز يعني، وين نعاودو باش نعاودو يعني نحمروها. انا راني حنعطي لكم البديل، على بالي كامل ما عندكمش، راني حنعطيكم البديل. ها الزوج اللي درناهم يعني طاجين هنا، يعني حنحمرها في الطاجين، حندير عليها شويه تاع الزيت برك باش تعطيني هذيك الحموريه شويه برك في الطاجين،
يعني اذا جبت لكم البديل استخدموه. الطاجين هذا فيه انا هذوك الخطوط، انتم الا ما عندكمش يعني ديروا الطاجين العادي. وراني رايحه نحط هاد الشاورما، راني نسخنها الطاجين. بسم الله عليك باش تاخذ لنا هذيك التحميصه هايك. هنا انا حطيت عليها يعني الغطاء تاع الكوكوطه، شوفوا اي غطاء يعني ثقيل وحطوها. انا صبنا البديل تاع البانينوز يعني باش ما تحيروش، على بالي كامل ما عندهمش، انا وحده ما عنديش يعني معليش نستخدموا البديل عندها نفس النتيجه. هنا كيما قلت لكم عبزوها يعني بهاد الغطيوه هي اللي راهي رايحه تحمرها لكم. شوفوا هنايا يعني قلبت هذه، يعني حنزيد نقلب معاكم هذه، يعني راكو تشوفوا هاي اللي كعطيت لكم البديل، شوفوا يعني يتجمر. وراني رايحه نزيد يعني نرجع عليه هاد الغطاء تاع الكوكوطه بنفس الطريقه. هاوليك يعني الغطاء تاع الكوكوطه ثقيل على بها انا درتو، عبزوها يعني غير شويه وخلوها تزيد تاخذ لون من الجهه الاخرى. هاوليك شاورما تاعنا بعد ما وجدت هاي ليك، انا رايحه انا نقطعها قدامكم باش تشوفوها. بسم الله راكو تسمعوا يعني كيفاش تجي فيها هذيك القرماشه، تجي روعه. بسم الله هاي ليك، شوفوا كيفاش تجي مع لافاكس مع هذاك الخبز كي يتحمر هاي ليك. هاي ليك راني قسمت لكم هنا ثاني واحده اخرى راني حنوريها لكم. انا هنايا قدمتها مع شلاضة، انا صراحة نحب طريقة تاع الشاورما بهذه الطريقة، نحب يعني نزينها بشوية طماطيش ونزينها يعني مع شلاضة وشوية تاع فرماج ستلو من فوق على الديكور، ما نحبش يعني ندير لافاخس لداخل تاع شلاضة وطماطيش ومعد كي يطيبو يتبدلو في البنة. انا هذه طريقتي، نتوما ديرو كيما تحبو. نتمنى ان شاء الله الوصفة تاع اليوم تعجبكم ونتمنى تجربوها، صدقوني تجي روعة هاي ليك، تجي ما شاء الله. تلقى بكم في فيديو واحد اخر. نزيد نفكركم يعني هذه الوصفه طلبتها مني واحد المشتركه، قالت لي ديريها لي نهديها لك شاهيناز. نقول لك هاي ديك الوصفه اللي طلبتيها مني، نتمنى تجربيها انت وكامل البنات تاكلوها بالصحه والهنا. انا وصفاتي سهله بسيطه اقتصاديه، قناتي فيها تدابير يعني اللي دخلوا جدد راني نعرفكم بها. نتمنى ما تبخلونيش وديروا لي اشتراك، يعني اشتراك تاعكم يعاونني بالنسبه لكم حاجه صغيره، انا بالنسبه ليا يعني هذاك هو الدعم الاساسي اللي يدعم القناه باش تكمل ونقدر نكمل. نتلاقى بكم في فيديو واحد اخر، السلام عليكم. ما تنسوش باش تجربوا الوصفه، الى اللقاء.